اللي بيبص للبحر على طول بتجيله فكرة السفر أو الهجرة. الطيور لما بتهاجر بتبقى عارفة ومتأكدة إنها هترجع تاني. أصل الطيور حياتها بتبقى هنا وهناك، لكن البني آدمين لو هاجروا بيبقوا متأكدين إنهم مش ممكن يرجعوا تاني، لأن حياتهم يا هنا يا هناك. خصوصاً بقى لو كانوا هربانين من دنيا مفروض عليهم ما قبلوهاش ولا هي قبلتهم. اسكندرية خدت ناس كتير في حضنها من اللي هاجروا وما كانوش ناويين يرجعوا، مالوا حواريها وشوارعها، وكان عندهم شوق وأمل يعيشوا في دنيا على مزاجهم ويبنوا حياة جديدة. بس لو ضاع الأمل ده وما كانش قدامهم غير الرجوع، يا ترى هيقدروا يرجعوا ويبصوا وراهم تاني، ولا هيكون عندهم حلول تانية؟ صرنا نادي بالصلاة على الهادي. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم. يلا بنت انتي وهي اصحوا اعملوا شاي لابوك عشان يروح شغل. شيء يا ابني.
ألف مبروك يا سيدي. مش قلت لك إن الموافقة هتجي لك على البيت؟ البركة فيك يا فندي. ها، وناوي بقى تبني فين في حي اللبان؟ على الإمة، على إمة شارع التراب. لا، ابعد عن شارع التراب وبني عندك جوه في الشارع. عندي جوه في الشارع؟ ده باب رزق يا فندي، واللي عندي في الشارع ما بيشتروش. يا سيدي ما أنت لما هتفتحه إن شاء الله هتعمل للشارع رجل، هتحييه. أحيي إيه يا فندي؟ أحيي تربة. أصروا، ابعد عن شارع الترام، في حاجة اسمها إشغال طريق. وأنا هشغله في إيه بس؟ وبعدين ده استثنى عشان ظهري. خلاص يا سيدي خلاص، اكتب تظلم وحطه في مكتب الشكاوي واستنى الرد. أستنى كمان 3 سنين؟ لا، على إيه؟ الأمر لله. هات يا فندي. اتفضل يا سيدي. سلام عليكم. وعليكم السلام. ولا يا سيد، انت يا ولا ولا يا سيد، انت ولا مش سامعني؟ انت صحيتي يا قبلتي؟ اروح اجيب لك العيش. اوام اوامك. احمد يا ولا، النهار لسه ما طلعش. صباح الخير يا رجاء. صباح النور يا ام السيد. ما تسيب يا اختي الولد على راحته، احنا في الاجازه يا وليه. سلامات يا اجازه، يعني هو كان عاتك ايام المذاكره يا اختي؟ ده الولا بقى ليه امين يا رجاء. اهو النبي يا اختي بيسليني. طيب يا اختي ارمي فلوسي يا قبلتي. ألف سالم. ازيك يا سعوت؟ خير والله. على السلامة. انت تبني بتاع ده فين؟ انت ما لقيتش فم الحرج اللي قدام الشباك بتاعه تبني فيه؟ امال يعني هبني قدام شباك الجيران؟ مفيش مكان تاني، وبعدين عشان تبطل بقى تبص من الشباك وتعرف تذاكر. ده انا كده مش هعرف اتنفس. ليه يا روح امك؟ كانت اوضتك فاتحه على البحر؟ ابوس ايدك يابا، دي اخر سنه ليا وهغور في 60 داهيه واسيبها لك. افتحه في حته تانيه. يا غبي يا غبي، هو انا يعني غاوي فقر؟ ما انا كان نفسي افتحه في حته فيها رجل، انما اعمل ايه؟ حكم القوي على الضعيف. قال ايه؟ اشغال طريق. يعني ما قدرتش على الحمار جاي تتشطر على البردعه. ابنك ولا الحكومة؟ أنا أهم من الحكومة يابا. يا ولا لازمته إيه الكلام ده دلوقتي؟ ما أنت عارف إن أبوك حفي في الموضوع ده 3 سنين. اسكت أنت يا ولية. أيوة يا سالم، الحكومة حكمت إن أفتح باب رزق في شارع ميت، وهفتحه غصب عنك وغصب عن الكل، وأعلى مفخلك اركبه، ووريني بقى هتعمل إيه مع الحمار بتاع البيت. يحرق أبو دي عيشة، والله العظيم لازم ياخد لك وماشي. الباب فاوت جمل، أدلعت أمك. سعد سعد، اصحى سعد، اصحى خد حسن معاكي. بتقليلي القمح شويه يا ام، حرام عليكي. اجيب ده واخوك منين؟ وبعدين الناس هنا مزاجهم مش في شرب القهوه، مزاجهم في قرايه الفنجان. انا عايزه بن النهارده. الدور مش عليا. ليه؟ ما انا جيت معاكي الدور اللي فات. مش كان ضربك على ايدك؟ هاتولي كلمه قمح مع البن. ما تنسيش ده واخوك. ما تقوم يا ولا بقى، انت هتنام للظهر. ما تسيبيه في حاله. الله، الولا عيانه كمان، جدته مش خالصه. وهيفضل عيل طول عمره، ما تبطلوا دلع بقى. خلاص انا صحيت. روح هات لي 5 بنس. يا دي البنس، انت بتاكليهم؟ اعمل ايه ياما، ما بتزحلقوا من على شعري. مبروك يا ابو سالم. الله يبارك فيك يا حماده. مبروك يا ابو سالم وعبالي. الله يبارك فيك يا عوض. مبروك يا ابو سالم، عايزه الحلاوه. هيزعلوا منك لو ما ادتنيش الحلاوه. حلاوتي يا وليه؟ مش لما ربنا يفرجها الاول؟ هتشوف. هواف يعافيك، انتي في وقتك. شوفي كده الراجل ده هيتعدل. فنجان ما بيكذبش، اتكسر ما بيتعدلش. خسارتك لسه صغيره وحلوه. يلا حسن الختام، الواد كبر وبقى راجل.
الرزق واسع اهو. بس الباشمهندس مش عاجباه حكايه الكشك دي خالص. بيقول لك هتعجبه. تحكي في وشه هو خيرك. ازيك يا مشوق؟ الهمة شوية يا رجالة. يلا يا حسين خلصني بقى. ماشي يا عم الصبر. طيب ايه؟ هات خمس بنس. خمسة بس؟ ايوه. طب خد ادي خمسة وادي يا سيدي واحدة فوق البيع. ماشي. بس اوعى تجيب سيرة على عمك ابراهيم. وعبقوا منك. حاضر. فاهم؟ ازيك يا سالم؟ ازيك؟ ازيك عم ابراهيم؟ ازيك يا حسين؟ مرحبا سالم. على فين كده؟ طالع نتمشى على البحر شويه. طب هتيجي نشربوك حاجه؟ اكتر من اللي انا شاربه. سلام. سلام. اتاخرت ليه يا ولا؟ حسين هو اللي اخر. عواطف الحق الولع طالي ست بنس. يبقى سيرهم يغير معايا. وحيد انا قلت لامي كان انزلوا 4:30 5 يا ستي تلكعلك شويه. طب اخد انا الشتمتين. ربنا ياخدني. اخد الشتمتين على دماغي هنا واخد مشوار على رجلي لوحدي بره. نقدم السبت يا جبانه. يا تكنينه. هو لحد مش طايق الشارع نفسه يخلي. دي شويه يا بنت هنتاخروا. انت يعني شايفاني ماشيه على قشر بيت؟ ما تهملي. هو يصليكي فين؟ نفس المكان. هو ما بيزهقش. طب انا هنقعد فين يعني؟ هنقعد في شغل. مساء الخير يابا. ازيك يابا؟ يا شو ازيك يا عواصف؟ الحمد لله. رايحين فين؟ رايحين نجيبوا البول. طب يلا بسرعه عشان تضربوه. سلام. سلام. يا طفطف خضيتني يا حسين. كنا هنمشي دلوقتي. دم كتير. وانت كده. مستنيه انت كمان. شمس. سلام. اتاخريت زي النوبه اللي فاتت. اختك وحشاني. مش انا حنين. ايه يا بنت الحلاوه دي؟ بنجة. دمي يا ولا. ازيك يا عم محمد؟ ازيك يا عواطف؟ عايزه كيلو بن وكيلو قمح. ايه حاضر. انا مش عارفه نعمل ايه لما تسيب المحل بتاع عم ابراهيم. ما انا قلت لك انا مش هسيب المحل الا لما يجيلي جواب التعيين. ساعتها بقى مش هنبقى محتاجين موضوع البنس. هاجي واخبط على الباب على طول. حلو ولا صعب كان وقع بنسك؟ كنت هتستنيني ساعه. خساره فيا؟ لا يا حسين بس انت عارف المره اللي فاتت امي بهدلتني. يا دي امك. دي ساعه يا بت. بس ما تعرفهاش. بكره اعرفها. يا ويلك يا سواد ليلك. اوعى ايدك. سلام جاي. سلام منك يا عم. ازيك يا سولو؟ عامل ايه دلوقتي؟ حبيبي. ازيك يا شو؟ ازيك انت يا سيد؟ ايه يا ابني العركه على صباحيه ربنا دي؟ مش عارفه. اه عارفه. البت عواطف بتقولي ان شكلك مش طايق الشارع، ناوي تخلص دراستك وتهج، بقى ايه لازمته من الاول بقى؟ على رايك. بت عواطف فين؟ ايه اللي هتفكني؟ الحق عند بتاع البن واحنا هنحصلوه، بس مش عايزين نتاخر لاحسن امي تطلع عفرتها علينا. جرايه يا بنت، هي بعبع. لو انت كده ركبها بعبع. هسيبكم مع عفرتها. سلام. ما قلتليش بقى. ايه؟ عايزه بكره كم بنسى. بنسى الا ربع. ولا ازيك؟ السلام عليكم. مالك؟
افكها شويه. بيني وبينك يا عاطف، طول ما انا في الشارع الفقر ده عمرها ما هتتفك. حاسس ان كل اللي ببنيه بيتهد. انا طهقت. هو كل ما تحصل حاجه تشغل لي الاسطوانه دي؟ بصراحه انا اللي طهقت. ما تسيبه يا اخي بقى وتخلصني. وانا مستني رايك. طب قبل ما تسيبه بقى قول لي عشان اقول لك مع السلامه. مع السلامه. الولا هيروح مني؟ الولا هيروح مني؟ الولا هيروح مني؟ يا ولية ما تعملش في نفسك كده، ما الواد زي الفل اهو ده شوية سخونية. نامي بيوجعني، نامي بيوجعني يا بلتي. تأخرتوا ليه؟ تأخرتوا ليه يا ولاد الكلب؟ الولا هيروح مني؟ تأخرتوا ليه يا ولاد الكلب؟ هما مالهم بس؟ تأخرتوا ليه؟ أنا هقوم أغلي له شوية حلم. الولا هيروح مني؟ روح ولا هروح مني، ولا هروح مني، ولا هروح مني، ولا هروح مني. تأخرتوا كده ليه؟ استحقتوا. كنتوا فين؟ كنا يعني كنكم فين ياما؟ ما انت عارفة تلات ساعات بتشربوا نقول ولا عيان. أصل ياما كان في عركة في البحر. ياما ما البطحانة كانت زحمة، وبعدين ماله الولا؟ ما هو زي القرد أهو. هات الدواء، هات الدواء. يا ستا نسيت الدواء؟ نسيت الدواء؟ يا ابو الشو، الشارع ده مش بتاعك، الشارع بتاعك كان فيه كشك. يا ابو الشو انت تهت ولا ايه؟ الله يا ابو الشو، تعال انت رايح فين؟ ايه ده؟ مبروك. الله يبارك فيك، ده انت في الحلولي. خش يا حلو لحسن البيت قايد حريقه. تخش انت. اخش انا يا ابو الشو؟ بقول لك البيت قايد ولعه. خش. طب اشوف وش اللي فيه. بس بقى يا بنت انت وهي بس اللي هتعملي هتصرف. انا يا ماما. ايه في ايه اللي جرى؟ الله ولا بيلوم. الله ولا بيلوم. يا ماما سكران حاسس بايه؟ سلامة جنبك يا ماما. يا ماما يا ماما هتموتوها يا ولاد الكلب. هتموتوها يا ولاد الكلب. هتموتوها يا ولاد الكلب. كفايه. هتموتوها يا ولاد الكلب. هتموتوها. سيبني. 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 هتموتوها يا ولاد الكلب. هتموتوها يا ولاد الكلب. هتموتوها يا ولاد الكلب. هتموتوها يا ولاد الكلب. سيبني. سيبني. الله أكبر.
عنده ايه؟ مغص دكتور وجنبه بيوجعه على طول. انا هكتب له على علاج، ولو ما تحسنش عليه هتعمل لي اشعه موجات صوتيه على البطن وشويه التحاليل دي. سلامتك يا دمر، سلامتك حبيبي. ايه يا حبيبي، سلامتك يا دمر، سلامتك. جنبي يا امه، جنبي بيوجعني. بعد الشر عليك ولا يروح يفهم. شل قلبي وانت لا. مش فاهم سايبين الولد ده لغايه دلوقتي ازاي؟ والله ابدا يا دكتور، ده احنا ضفنا بيه 7 دخان. الولد ده لازم يتعمل له غسيل كلى من بكره. نعمل له ايه بيه؟ من بكره نكون في المستشفى يا دكتور. ان شاء الله يكون بالفلوس. هتستنوا الدور الوضع هيضيع منكم. الولد هيحتاج غسيل كلى 3 مرات في الاسبوع. المره ب 300 جنيه، مش بعيد يحتاج ده طول العمر. صباح الفل، ازيك يا ست الكل؟ تمام، عايزين نبيع التلفزيون ده. ده هيجيب لك 40 جنيه. طب بحبحها شوية يا عم فتحي. طب خلاص عشان خاطرك اديك 50 جنيه. اتفضلي. فيها رزالة يعني، أنا محتاج مبلغ 50 جنيه عشان الولد والمستشفى والمصاريف زادت عليا قوي. حاضر يا أستاذ. ربنا يخليك. حاضر يا أستاذ. اتفضل يا أستاذ. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا
مبروك يا ابو سالم. الله يبارك فيك يا عوض. بس ايه ما لقيتش غير اللون ده؟ ايه مش مريحك ولا ايه؟ يا ما نفسي افتح لي كشك جرايد اقعد اتسلى بدل ما انا قاعد فاضي كده. ابوس ايدك يما سيبيني. ارجع يا ولا ما تحرقش قلبي. خش جوه يا ولية. يا سالم سالم عايزه ايه؟ انت رايح فين؟ اي حته بعيد عن الشارع الفقري ده. انا زهقت يا عواطف. يعني ايه؟ تسكت وتقولي سكتنا واحده؟ عمري سكتنا ما كانت واحده. انا عايز ابص لمستقبلي. طب ومستقبل انا؟ ما تشوفيه مع حد غيري. انا لسه سكتي طويله. دي اخرتها يا سالم. تنبعني بعد كل ده؟ يا عاطف احنا في زمن لو طولنا نبيعوا نفسنا فيها هنبيعوها. انت ابن كلب. صح انا ابن كلب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ابو شوق؟ خير يا ابو شوق؟ انا محتاج فلوس يا ابو سالم علشان ولا صعب. انت مش قلت لي ان الواد بيغسل وانا كمان شايفه النهارده زي الفل. بعد غسلته بعد يومين صرفت كل اللي حلته واستلفت من طوب الارض. مش عارف اعمل ايه يا ابو سالم. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العين بصيرة يا أبو شوق، وانت عارف من ساعة ما بنيت الكشك وهو خرب بيتي. طيب مع السلامة انت إبراهيم أفندي. ده أنا كمان لسه كنت بقول لإبراهيم أفندي إن عايز أوسع الكشك لغاية الحيطة وأعمل قاعدة صغيرة كده لرجالة الشارع يجوا ينبسطوا، وانت كمان يعني تعال انبسط. طب أبو سالم يا راجل يندعي. هي عنتصو دي هتأكلنا عيش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بتنزلي طنط. انزل طنطا. عامل ايه؟ اتجننت؟ اتجننت. عندك تفكيره تانيه؟ ولا ايه؟ ما تركبيش دماغك. دي القلوب بتتصفى في يوم وليله. دول 20 سنه. 20 سنه طفشانه منهم. ارجع لهم بانهي وش؟ وان رجعت انا عارفه من حي ومن مات. مش عايزه، مش هروح. بس انت محتاجه. يمكن يحنوا عليك. كانوا حنوا عليا لما اخترتك. ضربت واتبهدلت. بدل ما اخرج من بيت ابويا رفع راسي بزفه. خرجت طفشانه مع حبيب القلب. مش هنخلص من الاسطوانه دي بقى؟ خلاص يا ستي بلاش يحنوا عليك انت. يحنوا على الولد. ولا هيروح مننا يا فاطمه واحنا قاعدين نتفرجوا عليه. اه
راجعة غير بفلوس. يولد مننا يموت علشان يستريح. حد على البيت. فاطمة أختي. دي فاطمة، فاطمة أختي. فاطمة. فاطمة. القطر ده رايح فين؟ رايح مصر يا ستي. يلا يا ست هتنزلي ولا ايه؟ حاجة صح يلا يا ست حاجة صح يا بيه 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 حاجة صح يا بي
عايزة شغل. مفيش يا ستي، امشي يلا. امشي. امشي. عايزة شغل. عايزة شغل. مفيش يا ست. عايزة شغل. مفيش يا ست. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. 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 بقول لك ايه؟ ايه؟ في قعدة شوية؟ أنا لو بقدر أقوم كان زماني قعدت القعدة السودة دي. يعني ممكن أسيب شبشبي جنبك لغاية ما أروح مشوار وأرجع؟ هما غيروا الموضة اليومين دول والمشامير بقى بيروحوها فين؟ لا يا ستي ما غيروهاش ولا حاجة. طمنتيني، كنت فاكرة إنهم غيروه. لا بس لا بس ولا أصل ولا فصل. اتكلي على الله وروحي مشوار. بالسلامة يا أختي، أنا قاعدة جنب شبشبي، لما ترجعي بأعرف أصل الحكاية. السلام. الولا بيموت. الولا بيموت. ولا بيموت. ولا بيموت.
صباح الهنا والسرور. ولا الرايقه دي، كلي لقمه انت نايمه على لحم بطنك. وليه التعب ده؟ ارعبي يا رجيه، اصلي خلاص هفتقع زي البالونه. بسم الله ما شاء الله. افتحي يا تحية. افتحي يا قليم يا رزاق يا كريم، خش الاولاني التاني بلاش. عارفه تحيه لولاكي ما كنتش لقيت حته تهوى فيها. بسم الله يا اختي على الاقنده. هنا الحمد لله. يلا سمي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده كله، ايه ده كله؟ يلا لقمه هنيه. يا ناويه تقعدي قد ايه في مصر؟ والله ما انا عارفه، زي ما لمي تمام الغسله بقى. ربنا يكرمك ان شاء الله وتلميها ويشفيهولك باذن الله يا حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله. خدي يا حبيبتي. شكرا. شفيتهم يا اختي، كل بيشهد. حبيبي يا استاذ، محتاج اي فلوس؟ جاب لك منين يا ولا بيموت؟ ولا بيموت، ولا بيموت، ولا بيموت. مفاتيحك خلاص نويتي؟ ان شاء الله. مستعجله على ايه؟ ما تستني للصبح. صبح ايه؟ بقول لك الولع عيان. قلبي معاكي يا اختي، ان شاء الله ربنا هيشفيهولك يا رب. بس قولي لي، هو انت لحقتي في اسبوع تلمي تمن الغسله اللي بتقولي عليها؟ هنق. مش قصدي يا اختي كده برضو. بس قولي لي، هترجعي لي تاني امتى؟ مش عايزه ارجع، قولوا انك هتوحشيني. وانت كمان هتوحشني قوي، هتقطعي بيا. طب يلا قومي عشان تلحقي القطر بتاعي. بالسلامة. ولا تستني للصبح؟ هذا الحال المستشفى. اشوفك بخير. ولا اقول لك مش عايزه اشوفك تاني. بالسلامة يا حبيبتي. ربنا يطمنك عليه يا اختي يا رب.
لما الراجل مات الواد خد بعضه وسافر شوية جوابات وقطع وأهل أبوه بهدلوني على الآخر سبت لهم الجمل بما حمل وجيت قعدت هنا هو ربنا بيرزق ولقمتي بتجيلي لغاية عندي وبقيت كل شهرين ثلاثة أروح أتطقص يمكن الواد جه وحشني أوي نفسي أشوف ده أنا عيط خلاص مبقتش قادرة ولا أروح ولا أجي كل يوم عمالة أتخان أكتر من الأول لما خلاص هفرقع زي البالونة يا شيخ مستعجلة على إيه؟ أنتي مرتاحة شوية من السفر مش هخلي الفقر ياخد حد تاني من عيالي فقر راح صالح هتقوم يا راجل صح قوم يا راجل بعمل لك الشاي هو ده وقت الشاي تعالي يا بنت اما اقول لك الان يا ابو جاز بيهل اوعى كده يا راجل يا راجل قوم استحمى الاول طيب يا راجل وده وقت انت ما عندكش دم خليهم نهوي الفرشه يا راجل مش شغلته من النهار حرام عليك حرام عليك بقى يا راجل وسع عايز اقول لك على حاجتين لا ثلاثة ايه قول عايزك تقلعي الاسود بقى لا لسه شويه يا حسين لسه يا بت ما كفايه كده بقى امي هتقعد بيه سنة امك يا عبيطه يا امك برضه على وش جواز عندك حق طب وتاني حاجه ايه مش هقول لك يا ابني حط الغاز يا حسين عايز اشوفك بكره اشمعنى عشان اقول لك على ثالث حاجه يوه يا بت استني بقى لا. يا بنت استني يا بنت هكفي على وشك وانا هعضك تعالي يا ولا احمد بقى امي من يوم ما عدى ال 40 وجري على اهلها في طنطا تقعد اسبوع وترجع اسبوع بصراحه مش عايزه الناس تقول انا غبي طب انا جالي جواب التعيين لا احلف يا حسين احلف بالنعم الشريف مبروك يا حسين الحمد لله انا اتكلمت مع ابويا وامي في موضوعنا وقريب قوي هنقابل ابوكي ونتكلموا معاه في ايه انت عبيطه يا بنت في جوازنا طبعا والمرسى ابو العباس اللي هيعملوا لك فرح ما اتعملش في الحاره كلها بس امي مش هتوافق نتكلمه في اي حاجه ليه لازم تعدي الثانويه طب وانتي انا لو عليا نفسي من بكره ولا حتى من دلوقتي يبقى خلاص نفوته شهرين ثلاثه وبعدين نتكلموا مع ابوكي وان امك اصلبت يبقى نقرا فتحه دلوقتي وربنا يعدلها بعدين ان شاء الله يا رب حاضر جاية اهو عايزة ايه يا بنت يا ام السيد فين الولا سيد يا اختي في ذاكر عايزة ايه منه ما تقوليلي يجي بقى الوقت عوا الراجل عايز ينام يا ولية طيب هغسل الكام صحن اللي فيدي وابعتهولك بس انت يا اختي وسيبي له الباب موارب هسيب يلا يا سيد ايدك ساعه قبلتي يا ولا خلص يا ولا امك بتناديك لسه شويه جوز امك عايز ينام يلا طب ما انا مستني اما ينام ليه يا ولا هو بيضايقك لا بس محبش هزار امي البايخ ده هزار اوعى يا ولا يا سيد تكون بتغير على امك لا بس
بس ما بحبش الحاجات دي. اتوكس بكره ما تسلهاش. كبرت يا سيد، ده انت بقيت طولي يا ولا واطول منك كمان، حتى قومي نقيس. قوم يلا يا مدري. انا طول. لا انت كبرت بصحيح. ايه يا ابو سالم، مفيش مزه النهارده ولا ايه؟ حاضر يا سيدي، المزه يا ولية. ابو سالم. ايوه المزه يا سحميد. تشكر. اي خدمه. هل انا ريحتي وحشه يا عوض؟ لا انت ريحتك جازو بس. ما هي دي المصيبه. خد ولع. بتجيب كاس من الصنف اللي انت بتشربه يا سي ابراهيم ده؟ ده حلو قوي، انا عرفته من الماركه. لو ابو سالم جاب المشاريب مش هيبقى فيه خيار وفجوس. جلو. يا ابو شوق ما تفكها، ده ربنا خلق لنا نعمه النسيان. انسى ايه بس ابو سالم، ده هو اللي كان ليا في الدنيا. يا عم البركه فيك، بالك ايام الحرب كنت ابقى ماشي مع واحد عسكري صاحبي، فجأة لقى شازية جت في رقبته جابت أجله. لما الحكاية دي اتكررت ما بقتش نزعل على صاحب اللي مات قد ما كنت بفرح إني ما متش. حسيت إن الموت مادام بعيد عني خير. طب ما أنا ابني مات. يا راجل عيب ما تقولش كده، حسه في الدنيا. الولا من ساعة ما وسعت الكشك ساب البيت ومشى. أنا حطيت في دماغي إنه مات وما زعلتش، ولما كل شهرين تلاتة يجي يزورني أفرح، ولما يمشي اقول مات، ولما يرجع يصحى، ولما يمشي يموت وما ازعلش، وكل ما يموت ما ازعلش، وكل ما يصحى افرح. شوف بقى انا بفرح قد ايه يا ابو شوق. يا راجل ما تبقاش عبيط، المهم انك حي يرزق. اتبسط. فين يا ابو شروق؟ الراجل ده ما عندوش قلب. هل انا ريحتي وحشه يا استاذ ابراهيم؟ ولا بيموت، الولا بيموت، الولا بيموت. ولا بيموت يا اختي. غرقتي الفرشه بشويش. خش على الجلابيه. ايوه بس بشويش. وحيش على ما ايه. خلاص خلاص قومي قومي الحقي القطر بتاعك. يلا اتكلي على الله بالسلام. عارفه تحيه، على قد البهدله اللي بشوفها في المشوار ده اللي ما باجي، بس ببقى مش عايزه ارجع. كل ما اجي داخله الحاره الاقي نفسي مخنوقه وقلبي مقبوط. قولي يا ريتني ما عملت المشوار ده من الاول. يا اختي اذا كانت نجيتك خانقاكي ومضايقاكي ما بلاش منها، بتيجي ليه؟ عايزه اسطر البنتين واجوزهم جواز عدل. امال ايه الحكايه؟ زمان في الحاره المعفنه دي ما كانش فيه لا مره ولا راجل يملوا عيني. دلوقتي وانا داخله ببقى حاطه عيني في الارض، مرعوبه لحد يشم خبر تبقى نصيبه مش عليا على البنتين. مش عارفه اعمل ايه، بتحس ان انا مكسوره كده. بعد الشر عليك يا اختي متكسر، وهم هيعرفوا منين هو حد فيهم بيجي مصر؟ عارفه قبل ما يكسروا عينك اكسري انت عينيهم الاثنين. ما
الله يخليك ليا يا ماما. معلش انا انتقل عليك اليومين دول. ما تقولش كده يا وليد، وبعدين انت بكره تتخرج وانت اللي تصرف عليا. سلم على مين؟ ازيك يا حاج؟ ازيك انت يا سالم؟ ما تبقاش تاخر على امك تاني. حاضر. ام شوق جت. ازيك يا عوض؟ ازيك يا مسالم؟ ازيك يا اختي؟ ايه يا وليه؟ رحتي وقلتي عدوني. ابدا انا هنا. ازيك يا ابو سالم؟ ازيك انت يا ام شوق؟ مبروك. الله يبارك فيك. ازيك يا سالم؟ ازيك يا ام شوق؟ فتكوا بعافية. الله يعافيك يا ام شوق. وحفظ الله قوي. مع السلامة يا سالم. ادعي لي ونبي اما الامتحانات قربت. ربنا ينجح مع قصدك يا اخويا ويخبز لك العيش. ربنا يخليك يا حبيبي. هدية من خالتكم. هو ده الكلام. تسلمي مرة واحدة. والله خالتي دي عسل. ربنا يخليها لنا. وزيها يا أمه وزي البلد كلها. تمام كله بخير. هما مش هيجوا يزورونا مرة؟ لا. طب نروح نزورهم احنا والنبي يا أمه. قلت لا. ليه يا أمه؟ اسألوا أبوكم. حكايه التلفزيون ده كمان عند اختي بسلم عليها قبل ما اسافر. لقيت جوزها داخل علينا بكرتونه قد الدهيه. لا امي وليها شيل قديم وفتح الكرتونه وحط ده مكان ده. قلت له هتعمل ايه بالقديم؟ اللي هبيعه عايزاه. قلت له ان كان عشاني ولا يلزم ولا هعمل بيه حاجه بس البنات هيفرحوا بيه. قال لي ماشي. والله ما هو راجع. والله ماني فاهم حاجه. أنا حتى مش فاهم مشاوري كل أسبوع والتاني لطنطا ليه؟ ليه؟ أبويا له ورث هناك ما صدقت تجيني منه ريح. نبي أخبار شارع إيه بتنتي وهي؟ شارع يما وده وقته. واحد بايع وخطوته عزيزة والتاني برضو بايع بس كابس على نفسك. الأولاني الباشمهندس بنشوفه كل حين ومين، والتاني أبوه زي ما أنت عارفة. كنت فاكرة إن الحرب كسرت ظهره وبس. بس ملوش غير شباك الموارب ما تبصيش منه. خريته موته خرب ديار. خرب ديار ايه يا ولية؟ حميدة؟ يا اختي ربنا ما يجعل لنا جار وليه عينين. الفلوس بتجري بس بعيد عن ايدك. وانت مشتاقة للفلوس للي بيجيبها. الله اعلم. انت بتقولي ايه وليه؟ وانا اللي بقول هما اللي بيقولوا ان كان صح ولا غلط. قدامك سكتين. الاولانيه فيها لد وعجن، بلاش منها، خلي كلامك معايا انا. السكة التانية
حابة أقول لك عليها. فوتك بعافية. أنت لسه قلتي حاجة؟ اللي قلته يودي في داهية. إنه بقى جاي هجيب لك معايا حاجة تجربيها له، يمكن ظهره ينعدل. ازيك يا ابو سالم؟ ازيك انت يا ام شوق؟ الحمد لله في نعمه. ظهرك عامل ايه؟ زي ما هو يا ام شوق. ربنا يشفيك يا حبيبي. الا قول لي بقى ايه؟ هما شويه الجرجير دول على شويه الفول النابل على الارضيه المعفنه اللي بيديها لك كل نفر دي، هما دول هيجيبوا لك الفلوس؟ اهي نوايا تسند الزير يا ام شوق. لكن شوف بقى، لو انت جبت ثلاجه وجبت طلبات زباينك ساعتها مش هتحتاج السير من اساسه. يا وليه انت اتهبلتي؟ جرى لمخك حاجه؟ اجيب فلوس لكل الكلام ده منين؟ ده غير الرخصه اللي لو حفيت علشان اجيبها مش هقدر. خلينا متدارين احسن يا ام شوق. عيب عليك. جيبي سداد يا اخويا. انا بس كل اللي طالباه تبقى تخلي عينك على البيت والبنات وانا مش هنا. انت عارف الراجل طول النهار غايب، حتى ما بيرجع بالليل على يدك يرجع متدرمخ. بناتك في عينيا من غير اي حاجه يا ام شوق، تشكري. انت اللي تشكر يا اخويا عشان برضك. وان كان على الرخصه ما تشيلش هام، انا ليا معرفه جامده قوي 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 بصرف الاسم هظبطهولك. ما انت عارف كل حاجه بتمشي بالقرش. وانت هتكسبي ايه بقى من ورا ده كله؟ يا راجل، هو انا افتكي الساعه لما يبقى في حتتي معلم قد الدنيا، هو اللي مراعي لي حالي ومالي وانا غايبه؟ مال. وبعدين يعني ان كانوا على القرشين اللي هتاخدهم، يا سيدي انا هعتبر ان انا محوشاهم معاك، وانت اول كل شهر كده تحط لي حاجه في ايدي مكسب. يعني افكر. تفكر في ايه؟ ما تقولش كده، ده انا اختك، اختك يا راجل. وبعدين اعملوا ليا بالقرش بدل ما تبقى عايزه تتعمي بحاجه تانيه. ربنا يشفيك يا حبيبي، ربنا يشفيك. زي الحال يا استاذ ابراهيم. حال مش ماشي، انا عارف. معلش بكره يمشي. قدامك النصرة بعد نقطة واحدة. وهتيجي منين النصرة بس؟ ما على يدك الدنيا كلها مقفلة في وشه. إن كان على القرشين اللي عايزهم عشان أجيب بيهم بضاعة، ما دور عليهم، دول في إيدي. صحيح يا أختي، والنبي منين يا أختي؟ منين؟ وأنتِ مالك يا مرة؟ ما تتكلميش في المواضيع دي. خلاص، خلاص يا أختي خلاص، أجي أخدهم إمتى؟ هو اللي يجي. ما بيسلفوش نسوان. طب وهو هيرضى يجي؟ ما هو ده اللي أنا بقوله. لو نيته سليمة وعايز الفلوس عشان يشتري بضاعة يطاطي شوية ويبطل غنطزة، وانت برضه زني على ودانه. خرب بيتك ولا عماره في ايدك انت. خلاص خلاص هقول له. طب يجي لك امتى؟ هو النهارده ايه؟ الخميس. حلو الخميس. يجيني بعد العشاء والنطق ما يقولش غير حاضر. حاضر يا اختي حاضر. مامي مسافره بكره وهترجع الجمعه اللي بعدها. خلاص يبقى احنا نجيلكم الجمعه. لا خليها لحد عشان ابويا يكون موجود بردك. طب هنقول لامك ايه يا فلحه؟ هنقول لها يعني ايه؟ طلع لها واحد جاي يخطبني. تحسني على عيناتك قوي. مالكيش دعوه انت، انا هتصرف. بص انا شفتها من بعيد لبعيد، الميعاد حددته مع ابويا. شفتي؟ ما انت معاكي حلال العقد اهو. عايزه ايه تاني؟
عايزة كتير. طب كفاية بقى كده، لحسن مش طايقة نفسي. بكرة اتجوزك. يا رب. يا حبيبي نعمل اعمل لك فرح. يا سيدي افرض اللي معاها قرشين ومش عايزه تقوم وعملت الموضوع ده حجه علشان تساعدنا، نقول لها لا؟ وبعدين انت مش هتاخد منها، هتاخد منهم. انت شايف الحال واقف قدامك اهو، والست عايزه تساعدنا. طب والنبي البس هدومك تاني وانزل لها، وبطل العنطزه دي بقى، خلينا نعرف نعيش. وما تجاوبش غير بحاضر، حاضر وبس. لله يا رب، خلينا نعيش بقى. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ بركه انك بخير. هيديني الإذن عشان أجيب لك الفلوس. والحاضر. افتح باب رزق جديد. قول حاضر. بيقولوا لك انت. بخير الحمد لله، كويسين. ازيك يا ولا يا سعيد، بتجري ليه يالا؟ رايحني ماشي لقبيت يا رجاء. ازيك يا رجاء؟ ازيكم انتوا يا بنات، ما حدش بيشوفكم يعني. بس تحت النظر. طب ما تخليكم فوق النظر وبعد نشربوا مع بعض الشاي، ولا بلاش دلوقتي لحسن ايدي مش فاضيه والبيت مقلوب. طب لما تعدليه بنجيلك. النقاده دي يا راجل، وهجيب بضاعه كويسه منين؟ ما انت عارفه يا ام شوق العيب بصيره يا اخي. حاجه غريبه والله، الصعيده كلهم يجوا على هنا سنه والتانيه وتلاقيهم بقوا تجار قد الدنيا. اللي باجي باجي على اهله وناسه وبيشيلوه. انت اللي طفشت من اهلك وناسك. هو كان طار يا حميده مش كده؟ ايوه، عايزين نقتل ام شوق وانا مش قادر. شوف بقى، انا نويت ابقى اهلك وناسك. بكره الصبح اصحى بدري وعدي عليا، ننزل نجيب لك عربيه يد وشويه بضاعه نظيفه، واضرب انت بقى في الشوارع الحلوه دي. والنقاده ارجع برضو بيعها هنا. والله العظيم هتبقى انضف بالزباله دي يا حميده. والمكسب بالنص. قلت ايه يا اخويا؟ موافق،
وجميلك ده هيبقى على راسي من فوق. حاسه بالله انت تقولش كده، ده انت غالي عندي احنا تعور له. بس لو لعبت بديلك انا اقدر ابعت وراك اللي يجيبك لغايه عندي. لا 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 مشوق، لا لا، ده انا من هنا ورايح هبقى خدامك. استغفر الله العظيم ما تقولش كده، بطل تسقم على نسوان الحاره ولم نفسك بدل ما لمك. يلا سلام يا حميد. مع السلامه يا مشوق. أنا مش هشوف الفنجان ده. ليه بس يا مشوق؟ بس النجس. إيه الحكاية يا مرة؟ حكاية السواد والنيلة. طهقت من عيشتي يا مشوق. اتخنقت من ريحته اللي بتكتم كل يوم على نفسي. كأنه عزرائيل وجاي ياخد روحي. موتني بالحياة يا أختي. انت عارفين ما حدش في الدنيا هيعرف سرك الا انا، واللي عليا يعني يا رجاء. اهدي بقى كده يا حبيبتي قولي لي ايه الحكايه. ما قدرتش يا مشو، ما قدرتش. كلهم بقوا هنا بسرعه كده. من عارف عنهم بلاوي، مشكله في البنتين. مالهم البنتين اسم الله عليهم؟ غلطانين، حتى انهم بيكرهوني. طب بالراحه كده وحبه حبه علي، وفهميني عملتي ايه من ساعه ما سافرت. مش هينفع دلوقتي، هاخد لفتي الاول ولما ارجع بحكي لك. سلام. السلام. ربنا يرزق. يا بنت انت وين؟ خير؟ خير يابا، ما فيش حاجه. امي جايه بكره، كنا بنشتبه ببن وقلنا يعني نعدي. اصلك بتروح متاخر. وكل اسبوع بتجيبي، وكل اسبوع بتروح تشتري البن، وكل يوم برجع متاخر. اشمعنى النهارده؟ اصل يابا يوم الحد جايين لنا ناس عشان يخطبوا بنت شو. والنبي؟ والنبي يابا قول الف مبروك. الف مبروك. مين؟ حسين يابا اللي كان واقف عند عبد ابراهيم الخرداواتي، بس الحمد لله دلوقتي استلم وظيفه. بس في مشكله، امي لو عرفت هتفتح لنا سين وجيم مش هنخلصه. فانت يعني يا بابا البركه فيك، كانك عارفه يعني، وانه جالك هنا مثلا. والله فكره يعني، اقول لها ان هم كانوا جايين علشان يستلموا الجزم وشافوك وانتم معديين، وجاني تاني يوم اخذ مني الميعاد، وانا قلت له يا اهلا وسهلا. حلو قوي كده يابا، ربنا يخليك لينا يا رب. بس انت عرفتي منين صحيح يا بنت؟ الله يابا، انت لسه بتقول انه شافنا عنك. والنبي ايه؟ والنبي يابا، سلام. سلام يابا. سلام. طلع شويه فول في رغيف يا ابني. لا جمد لي دول 250 جنيه. هات هات نبقى فينا ثواب. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك ابو العروسه. شوف بقى ابو شوق، احنا الكلام هيطول بينا بعدين ان شاء الله.
بس الاول نخش في المفيد احسن. احنا جايين النهارده نخطبوا بنتكم شو لابننا حسين. قلت ايه؟ يا اهلا وسهلا. شوف يا اخويا، ابو شو من بيته لشغله ومن شغله لبيته، ما يفهمش في الجواز واصوله. الكلام هيبقى معايا انا. يوه وماله يا اختي، ما انت الخير والبركه، امال ايه؟ بس احنا برضك ما نستغناش. ابننا حسين واخد الدبلون من 4 سنين، وعلى وش بنتكم شو ربنا كرمه ولسه متعين في شركه النحاس. اها الف مبروك. بس اللي لسه متعين ده هيعرف يجيب شقه ويفتح بيت ويشوف عروسته عاوزه شواريه. من جهه الشقه ما تنعيش هم، ابو حسين كلم صاحب البيت هيبني لهم اوضه بعفشه ميه فوق السطح. اخرتها البيت هتسكن فيها فراخ. بتقولي حاجه حاجه؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. واذا كان يعني على الشوار، احنا لموها كده مع بعضينا. احنا لسه هنلموها. شوفي يا حبيبتي، شو مش هتتجوز الا في شقه مطرحين ومفسحه، وشوار هيبقى احسن شوار. احنا هنعملوا اللي علينا وانتوا كمان اعملوا اللي عليكم. ايه اللي بتقوليه ده بس يا حاجه؟ ده اللي انت طالباه ده عايز له على الاقل 2 3 سنين عشان يتعمل. لا يا حبيبي، وانت سادد عايز له 5 6 سنين، انت لسه متخرج واهلك باين عليهم يعني مش عايزين نحط ولا مليم. طيب احنا هنفكره وهنبقى نرد عليكم في الزياره تانية. يا اهلا وسهلا. تفكروا على ايه؟ اللي فيها انتوا عرفتوه. لو كان في مدارتكم خير وبركه، مش في مدارتكم هتعملوا ايه يعني؟ هتسرفوا ولا هتشحتوا؟ يامه عايزين تضروا عايشين في الفقر ده قبل الجواز وبعد الجواز. انت هبله يا بنت. هو كان حد اشتكالك؟ خلص الكلام، انا برتب الجواز. ما تستعجليش هموت يا حمار. انت غلطان انك رحت. غلطان في ايه؟ بقول لك المره امها الناقصه هي اللي قلب باصلها معايا. قال ايه؟ ما عنديش امكانيات. اسم الله على امكانياتهم، هم لاقيين ياكلوا. هو ده اللي هيجنني. الحالة زفتة قوي وطلع لي في السماء. يكونش أنا اللي نحس. أنت مش نحس يا حسين، أنت راضي. راضي بأهلك وبيتك وبالمجموع المعفن اللي دخلك صنايع، وراضي بحكم أمها اللي هيفرق بينكم. أنت بتقول يا سالم؟ أنت عارف إيه الفرق اللي بيني وبينك؟ إن أنت حبيت البيت وأنا كرهت الشارع. أنا عملت المستحيل عشان أبعد. ذاكرت وطلع 3 عين أهلي عشان أدخل الجامعة وأبقى مهندس. حتى البت عواطف اللي كنت فاكر نفسي بحبها، كل ما اشوفها افتكر الشارع. اوعى تفتكر ان انا اشطر منك، انا زيك بالظبط. انا عندي قلب، بس كل الحكايه ان انت راضي، انا مش راضي. لو عايز البت تروح لها، سيبك من امها خالص. البت لو عايزاك تعمل المستحيل عشانك. Oh, my God.
في نفسك يا شيخ، والله في نفسك. هحرق كل اللي ليكي، هحرق حزين، وهحرق أبوك، وهحرق عواطف، وهولعها في البيت، في الحارة كلها. هحرقكم كلكم يا أولاد الكلب، هحرقكم كلكم يا أولاد الكلب. هتموتوها يا أولاد الكلب، هتموتوها يا أولاد الكلب. هولعها في الدنيا كلها، هحرق الحرق اللي فيها. هولعها في أبوك، هولعها في عواطف، هولعها في البيت، هولعها في كل حاجة ليكي. هحرق الدنيا كلها. أنا معرفش اللي في دماغك يا شوق، كنت عايزة أخلص يا عواطف، تسيبيني لوحدي؟ كنت عايشة ازاي من غيري كده؟ ولا ابو شوق تشربي شويه شاي؟ اه شعرك زي زمان؟ لا يا امه مش عايزه. امشي نجار يالا تقوم من هنا، امشي نجار وبدل منزل يلموكو ملكوش اهل يلموكو، نجار يالا توهوى. انا قلت الهليلة مش فايتة. يا
حاره ما فيهاش راجل. اي حد عنده عيل مش قادر يلمه انا هلمه له. معلش يا مشوق، تلاقيهم ما خدوش بالهم مني. وانت مالك يا مرة؟ لا عندك عيل ولا تايل، خايف على مين؟ يوه يقطعني النبي يا اختي، انا بس كنت عايزه نهديكي. خشي جوه يا ولية. تلم الدور بقى يا مشوق، دول شويه عيال. هو كان جرى ايه يعني ولا جرى ايه؟ ما خلاص بقى يا مشوق، اعمل حساب للرجاله. ما فين الرجاله يا ابو سالم؟ اللي شايف نفسه راجل يبقى يشوفها وانا بره الحاره. ولا تحب اقفلهولك؟ مسافر امتى؟ اخر الاسبوع. انت عارف انا بقيت عارف حاجه، الشارع كله بيتبادل علشاني. انا مش عارف، جايين ايد ورا وايد قدام وما حلتهمش اللضا وعايزين ياخدوا البيت. ما البت كانت هتحرق نفسها عشان يا عيني عايزاه، بتحبه يقطع الحب وسنينه. اساليني انا. اه يا قلبي. والنبي حرام عليكي يا ام شو. حرمت عليه عشتها. اي راجل هيجي برضه هتحبه وتحرق نفسها عشانه. مش عايزاهم يخيبوا خيبتي يا تحيه، عايزه اجوزهم جوازه عدله. اسم الله، وهتيجي منين الجوازه العدله دي؟ ما هو شوية كده وهاخدهم ونمشي من الحتة العفشة اللي احنا فيها دي، ونروح حتة تانية نظيفة محدش عارفنا فيها، ساعتها بقى يبقى يحلها حلال. على رأيك لو الواحدة قاعدة في صفيحة زبالة مش هتلاقي إلا الدبان، إنما لو قاعدة في جنينة مش هتلاقي إلا العصافير والبلابل ويهفهفوا عليها. اللي جابك اشوف؟ انا جاي اقول لك ان ماليش ذنب في اللي امي بتعمله ده خالص. ليه؟ هي مش عايزه مصلحتك؟ عايزه اتجوزك راجل جاهز؟ مصلحتي معاك يا حسين. كان زمان قبل ما اهلي يطردوا من بيتكم، وقبل ما تهزق قدامك وقدام الشارع كله. انا ممكن اعمل اللي انت عايزه، بس خليك جنبي. ما ينفعش اشوف، لازم اتجوز برضا اهلي من غير مشاكل، من غير ما كرامتي تتهان. انا دلوقتي ما اقدرش ارفع عيني في عين حد من اهل الشارع، ولا ارفع عيني في عينك انت. انا بحبك يا حسين، انا ممكن اموت من غيرك. محدش بيموت من الحب يا شو.
يا ولا بالراحه كفايه اكل. وانا مصبرني على عيشه غير الاكل. عارفه يا ام شوق؟ انا لما اموت مش هموت زي ما خلق ربنا. انا هفقع زي البالونه. لا تشرع عليك. الحمد لله. خلصتي؟ استنى على الشاي بالليل، اشوفك لعيشي. بالسلامة. يسلمك. يرزقك من واسع ان شاء الله. سلام. بالسلامة. هيرجع؟ مين؟ حسين؟ هو بس قبل كده؟ كانت حاجة حلوة قوي. يا سب حرمانا من كل حاجة، الهي تموت تموت ولا ما تموتش، احنا مش هنفضل مدفونين بالحياة في الأوضة دي. عندك حق. الولد بيموت. انا عندي بقى اللي اختفى، شاب زي الوقت. واحنا ما عندناش وقت، يا دوبك هنشرب العصير ونروح. يا رب تلحقنا. هلحقكم. لين قصب لو سمح. شو عواطف الحق، الولا جاي ومع واحد تاني. يا نهار اسود، هنعملوا ايه؟ انا عارفه بقى، مش كانت شورتك؟ يلا نروح بعد ما طمعناهم. فول ازاي لحقتك؟ ازاي شو انا عوض؟ ازيك يا عوض؟ بقى انتوا ساكنين في اللبان طول المده دي وما يعرفوش عنكم حاجه، طب ينفع؟ ده حظنا المنايل. انتوا ايه بقى؟ كنتوا لابسين طاقية لخفه؟ لا، وانت الصادق، كنا مستنيين العدل، ولما ما جاش قلنا نروح لحنا. الحمد لله على سلامته. هو التاكسي ده بتاعك؟ يا ستي قلت لك التاكسي ده بتاع واحد جارنا، وانا برقت عليه رزق يعني. بكره ليكي معايا بونطه كده، خدي جرب السيجاره دي. تنجفك ما تخافيش. وانت؟ انا بقى بتاع كله، بس في الاصل سباك. حلو، دي حنفية المطبخ عايزه جلد. البلاعة مسدودة على طول. يا حرام، نسلكوه. لا يا عواطف، ما يدخلش البيت. ليه؟ ما انت تفسحي بالتاكس. الله الله الله، جرب السيجاره الحلوه دي. حي؟ لا حي يا بنت، حد يقول لي دي لا تزن وشنا، دي اللي هتشعياسك. شدي. بسم الله عليك. بس بوس انا بقى. ايه يا بنت مالك؟ وانا بعوض. انتي بوسه وانا بوسه. انتي كام ده قوي؟
رأي المثل، في شدة شديد وفي القوة قوي. سيبيني نفسك، أنا اللي هشعياسك. يا بحر لسه في القلب همسة، نفسي أقولها وارتاح وأنسى. لو كنت عادل ليه بس تقسى، وأنا حظي مايل ويا الأبلسة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقني بعلبة سجاير وحاجة ساعة واحدة تانية. والحقك ليه يا ابني؟ هو أنت بتغرق؟ بقالي ساعة بلف على كله بطل. حقني يا عم أبو سالم، مبلعة طفحة ومبهدلة الدنيا. ما تنادي يا بت على الولا عدلي يسلكها. هو بيفهم موصلكها قبل كده. يبقى لما مؤاخذة من السباك، ده يبقى طول شجر. وأنت سباك؟ هوا جيب العدة. قولي لي البيت فين يا أبو؟ أهو. بت يا عواطف، أختك فين يا بت؟ عبال لما يجيب العدة تكون جت. ما تقلقش يا عم أبو سالم. عم ابو سالم. نعم. لما تيجي امي هقول لها انك لحقتنا بسباك، خليها تدعي لك دعوتين. سلام. عملت مع البيت حته بندره في التاكس، ربنا ما يوريك. ايه المساعدين دي بقت على الارض؟ اقول لك الاثنين نار. بس البيت الصغيره اللي معاك يالا طايحه طايحه طايحه. ايه يا عم في ايه؟ انت مش رشقت مع الكبيره؟ ماشي عادي يعني. اقول لك ايه؟ قول. ما تيجي ننزل لهم اللبان بكره. ننزل. انا حمو. مين دول اللي من اللبان؟ الله، ما كانوا قدامك يا عم الحاج. ايوه هم مين يعني؟ ايه يا عم حسين في ايه؟ من فات قديم وتاه. جيرانك يا عم القشطة. بنات ام شوق. قوي يعني. الشوق. حسين. ايه؟ اوعى يا سالم. ما تبقاش غبي. انت مش بعت. انت سامع بص لمستقبلك بقى. مستقبل ايه يا عم؟ انا كان كل حلمي ان انا اشتغل واتجوزها واعيش راضي. انا حاسس ان احنا السبب. حتى لو كنا سبب، اللي حصل حصل. ولو فكرنا نرجع ونعيش طول عمرنا مش قادرين نبص في وشهم. انساها يا حسين. بص لشوق تانيه، شوق ترفعك مش تاخدك وتنزل سبع ارض. كده كده البنات ضاعوا خلاص. ما تعرفوا بجوزك. ظبطت البيت كده ولا ظبطتك؟ الموضوع ده زاد عن حده قوي. العيال ملطعين زي الدبان في كل حته، والبنتين فجر الدنيا فيهم. يا سيدي انت وهو واحنا مالنا؟ حد يقدر يقول لامه؟ استاذ ابراهيم يقول لها، هي بتحترمه. حلال فيهم الموت يا سيدي. اذا كانت هي اللي مسرحاهم بمزاجها، مين هيقف قصادها؟ انا برضو بقول كده، كله تحت عينيها.
قوم بقى يا حميده موته. وانا اقوم ليه؟ انا قاعد كويس كده. اه بحس على رايك الواحد مش ناقص مشاكل. ازيك يا ابو شوق؟ ما بقتش تقعد معانا زي الاول يعني؟ مش عايز تسمع اخبار الشارع؟ لا احسن برضو. الولا بيموت. ستي روحي شوفي لك شغلانة. الولا بيموت. الولا بيموت. الولا بيموت. بس قال لك اموت. ليه بتديني حاجة للا ابني بيموت؟ ألف سلامة على الولا. مشو؟ ازيك يا مشو؟ الله عليك يا اختي، خدي بالريق بشويه شاي ولا يهمك. المهم انه يطلع ابن حلال وما يتكلمش. لو يتكلم انا والبنات هنتفتح. وايه يعني؟ هاتي عيالك وتعالي على هنا. وهي الفرشه تسعمل حبايب الف. انا خلاص ما بقاليش غيرك. ده لسه حابه الدنيا جديده تحيا. طب اقول لك ايه؟ خدي بعضك وسافري. نبي في حضن عيالك. مش هسافر لولادي، عايز ارتب دماغي وافتكر فضايحهم بيت بيت عشان الولد ده لو يتكلم اعرف ازاي اكسر عينه. ما جاي النهارده. عارف نفسي امشي من الشارع ده. خايفه؟ مبقتش اخاف. ايه الاخبار؟ ليكي عندي حساب بثلاث اسابيع والشغل ماشي تمام. سيبك من الشغل والحساب. اخبار الشارع ايه؟ زي ما هو، اللي بيناموا فيه بيصحوا فيه. وبعدين مفيش حاجه تخفى عليك يا ام شوق. فوتك بعد. طب والحساب؟ بعدين اللي عند الرجال ما يروحش. ازيك يا ابو سالم؟ ازيك انت يا ام شوق؟ ايه يا ولية؟ نفسك كبرت علينا ولا ايه؟ ما بقيتيش تيجي تقري لنا الفنجان يعني. انا اقدر. اخبار الشارع يا ابو سالم؟ ايه؟ بخير. كله حلو بنفسك يا ام شوق. فوتكوا بعافية. أم الجد. ازيكم يا بنات؟
القطر كان على بعضه، الدنيا كانت ولعة النهارده. في ايه مالكو؟ ولا حاجة. قومي هاتيلي مية وملح، أنا رجليها شوية. المية مقطوعة. إيه ياما القشف ده؟ هو أهلك في طنطا كانوا بيشغلوكي في الفاعل؟ وأنتِ مالك؟ بتعملي لي تحقيق. وتحقيق ليه؟ ما الجواب باين من عنوانه. قصدك إيه؟ رحتي فين ياما؟ نزلتي تعملي إيه في مصر ياما؟ قوله كده. ما أنتوا هبل زي أبوكوا. لو كنتوا نسيتوا أفكركوا. تفكرينا بإيه؟ أخوكوا كان بيموت. ما كانش حالتنا اللضا. ركبت القطر ومعرفتش هروح لمين. لأهلك ياما. هيفتكروني بعد السنين دي كلها؟ انت ساعتها قلت انك رايح. اي حد كان هيقول لي اعمل اي حاجه كنت هعملها بس ابني ما يموتش. وايه اللي خلاكي ما تروحيش؟ رحت. ما عرفتش اوريهم وش ازاي وليه. دول اهلك ياما. كانوا بعتهم لما طفشت منهم عشان واحد لا عنده لا شغله ولا مشغله غير انه بيحبني. كنت رجعتي. لو فاكره شكل اخوكي ما كنتيش قلتي الكلمه دي. رحت فين ياما؟ نزلت مصر. جبت حق الغسله واكتر. شحتي. خلاص جبتي تمن غسله ورجعتي والولا مات. في ايه تاني؟ انتوا لسه ما متوش. مين قالك ان احنا ما متناش؟ كنت عايزه استرك واطمن على مستقبلكم. اسم الله على مستقبلنا. احنا متنا مع سعد ياما. متنا بعد ما طفشتي اي واحد كان عايز يلمنا. هجوزك احسن منه واغنى منه كمان. متنا من خناقاتك وعفاريتك. احنا اتدفنا بالحقيقه في الاوضه دي ياما. نروح مكان تاني ما حدش يعرفنا فيه. ده انا حاطه فلوس كتير قوي. استنى اوريكوا قد ايه. بصوا يا بنات، بصوا عندنا فلوس قد ايه. الشوال ده مليان فلوس. كل الشوال ده مليان فلوس. مليان فلوس ايه ياما؟ وانت بتجيبي فلوس ليه؟ كنا احنا بنبيع شرفنا. مستقبلنا ده اكتر بعد عملتك السودة. بيعوا ايه؟ بيعوا شرفكم. بتبيعوا شرفكم يا ولاد. اوعي ايدي دي شو سيبها لنا تاني. ما بقدرش اخاف منك ولا من عفاريتك. الناس والجيران، انا كنت سايباكم في حماهم. الناس اللي اشتريتيهم بفلوسك باعوكي. الناس كانوا مغمضين عليهم من خوفهم منك. هاتلكوا يا ولاد الكلب. هاتلكوا يا ولاد الكلب. اخبطي دماغي زي ما انت عايزه. هاتلكوا يا ولاد الكلب. مش هقول لك كده. هاتلكوا يا ولاد الكلب. كمان يا ولاد الكلب. اعمل اللي انت عايزاه يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. هاتلكوا يا ولاد الكلب. هاتلكوا يا ولاد الكلب. يا اختي الوليد ما بتتهدش، هتموت بناتها. هما باعوا ايه؟ مش عرفنا. هتتلكك لهم على اي حاجه والسلام. روح اشوف. تعالي انا مالناش دعوه خالص، خلينا في حالنا. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. كفايه يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب. كفايه حرام عليك. كفايه بقى. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. كفايه. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب. هموتكم يا ولاد الكلب.
مش هسيبكم، هحرقكم كلكم، هحرقكم كلكم، بكرهكم بكرهكم، مش هسيبكم، هتموتوها 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 يا ولاد الكلب، هتموتوها هتموتوها، سيبني سيبني، هتموتوها 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 هتموتوها. ردي عليا يا فاطمه، فاطمه ما تسيبيني يا فاطمه، هعمل ايه من غيرك يا فاطمه؟ ردي عليا يا بنت. وفي يا جماعة؟ هي رجعت تخبط نفسها تاني؟ ما قدرناش نعشق. ايه اللي حصل بس لده كله؟ وبقت وهي بنت انت وهي. بقى يا محفظة البن. الولية موتت نفسها. كل ده عشان محفظة بن. يما. رد عليا يا فاطمه، كنت تكسري ضهري يا فاطمه، ما تروحيش مني فاطمه، فاطمه فاطمه.